السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. كل عام وأنتم بخير بمناسبة طبعا العيد الفطر المبارك الذي يعود علينا إن شاء الله باليمن والخير والبركات. طبعا معي في الفقرة الأولى كباتن كبار مدربين على أعلى مستوى لهم باع طويل في مجال الرياضة المصرية. معي الكابتن رضا الحريف. أهلا وسهلا كابتن رضا. نورنا كابتن رضا. بنوركم وتشرف وجودي معاكم كابتن. ومعي طبعا نجم كبير الكابتن إكرامي مصطفى. أهلا وسهلا كابتن إكرامي. أهلا بك كابتن إكرامي. ومعي الكابتن عادل شلبي طبعا مؤسس طبعا المواهب بمحافظة الغربية. أهلا وسهلا كابتن عادل. الله يكرمك كابتن احمد واحنا سعيد وشكرا على الاستضافه الجميله جدا حبيبي يا دكتور. طبعا احنا طبعا في بدايه الموضوعات المهمه والتي طرق طبعا والتي تهتم بقطاعات الناشئين، طبعا موضوع ظهر مؤخرا في على السوشيال ميديا وعلى طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا منتخب 2006 ومنتخب 2003، طبعا منتخب 2006 استبعاد اكثر من 14 لاعب طبعا لتزويرهم في اعمارهم الحقيقيه، طبعا السن غير طبيعي. طبعا في عجاله هنتكلم عن هذا الموضوع الشائك والموضوع الذي يهز قطاعات الناشئين بمصر. كابتن رضا في البدايه عايز اتكلم عن الموضوع واسبابه ايه وايه اللي وصل اللاعب انه يسنن او يتم تزويره. بص يا كابتن اتفضل. التزوير بقى اسهل واكثر طريق للولي الامر انه يدخل ابنه الطاعه. فولي الامر ده اسهل طريقه بالنسبه له. تمام. هو عرف ان المدربين في بعض القطاعات بتدور على الجسم قبل الموهبه. تمام. فبالتاكيد هو ابنه جسمه قليل مش موهوب بيدور اللي هو يلعب في سنه. وده اكبر دمار، الكلام ده بقى له اكثر من 30 سنه على فكره في قطاعات كثيره. فبيأثر على نفسه ويروح ضارب ورق للولد ويلعب الورق، موجود وبخصوص ولي الامر. ولي الامر. وخصوصا ان في بعض المدربين بتدور على الجسم. وده بيقتل الموهبه، والموضوع ده موجود جدا 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 ولازم يتحط تحت المنظار دور البراعم. دور البراعم المشكله كلها في دور، لان دور البراعم هو اللي فرغ للناشئين اول سنه للناشئين ل 2006 واكتشاف الحالات الكتيره ديت، واعتقد اللي هيبقى فيه الايام الجايه في 2006 في مفاجات. تمام. كابتن اكرامي، طب بالنسبه للكابتن بيقول ولي الامر هو السبب الرئيسي، الولد ممكن من ورا ولي امره يجيب ورق ابن عمه او يبدا في اجراءات استخراج بدل فائد او تسنين زي ما بنقوله، معايا ولا ضد؟ لا اتفضل. انا بعتقد ان المسؤوليه مشتركه ما بين المدرب وولي الامر والاداري. مدرب النادي ولا المدرب او السمسار اللي ماشي باللاعب؟ مدرب النادي في الاول وفي الاخر بيقول لك انا عايز لعيب كوره. لعيب الكوره جالي لا جسمه صغير، لا طب انا اللي عندي احسن منه شويه. تمام. طب انا مش عارفه ايه، طب انا مش عارفه ايه. السمسار بيبدا يشتغل من هنا. طيب الولي الامر بيقول لك انا ابني موهوب، ابني كويس، المدرب ده مشي عشان جسمه. طب هيفكر في شيء تاني. ملاقيش فرصه، فرصه هنا مش موجوده، فرصه هنا مش موجوده، فرصه هنا مش موجوده. من هنا بيبدا السمسار يشتغل على ولي الامر. طب تعالى انا هعمل معاك واحد اثنين ثلاثه وهاخد منك مبلغ قد كذا وبالاتفاق. بالاتفاق. مع المدرب ايا يكن هو مين. ومع الاداري. ومن هنا النقطة دي ماشية في مصر كتير. تمام. ضيعوا مواهب كتير جدا جدا وللأسف الشديد سنين. وللأسف الشديد في أندية، أندية قمة، أندية دوري ممتاز ناقص الأندية الكبيرة. الأندية الكبيرة من 80 ل 85% كده قتل مواهب كتير جدا. تمام. في نفس الوقت سيادة الرئيس قال إيه؟ الرياضة في مصر هي أمن قومي. تمام. وده المطلوب. تمام. يبقى إحنا لازم يحصل ثورة تصحيح في قطاع البراعم والناشئين في مصر. تمام. كابتن عادل بنتكلم برضو عن الأرياف أو اللعيبة المميزين جدا المقتولة أو المدفونة في الأرياف، هل فعلا متابعين تلك الأساليب ولا بيجوا خام ل طبعا بيقعوا فريسة لسمسار أو لمدرب ما عندوش ضمير؟ والله يا كابتن أنا لما كانت يعني بداية إن أنا ما حبيت أعمل الموضوع ده وكنت وأنا لسه بلعب كورة قلت أنا عقد الموضوع ده بالنسبة لي كهدف. اللي هو موضوع ايه؟ الموضوع ان انا اتبنى موضوع المواهب وخاصه في الارياف اللي هي بالنسبه له الامور صعبه ان هو يوصل لنادي. طب التزوير ما ممكن يجي من الارياف بطريقه من خلال المدرب او من خلال السمسار؟ التزوير بيجي في حته وانا اتعرضت للموضوع ده مرتين. تمام. انا جالي اتنين لعيبه وواحد منهم كنت ورحت ومضى في نادي المحله. خلينا بذكر اسماء دلوقتي عشان ايه؟ ماشي.
وجالي لاعب تاني كنت في فرع مشروع المواهب عندي في سبردي من كفر الشيخ. وجالي على اساس ان هو 2006 الولد جسمه طويل وكلام من ده وقال ان انا 2006 فاحنا شكينا وقلنا له يا ابني لا مش كده. بصينا لقينا الولد طيب هات لنا ورق جاب له ورق هات قيد عائلي جاب قيد عائلي. انا عايز اتكلم في النقطه دي كابتن رضا بالنسبه للولد بيجيب الاوراق الخاصه بيه المدرب كده هو جاب له الورق بص ايه المطلوب تاني اتفضل مرحله كده الولد ان احنا عندنا مشكله مفتقدينها القيد العائلي ثلاث ارباع اللي بيتايد ما بتقيتش القيد العائلي دي حاجه. النقطه الثانيه هو بيستلم منه ايه شهاده ميلاد مستلم منه بطاقه الصحيه تمام والصور وبطاقه الاب ورقه المدرسه ورقه المدرسه ورقه المدرسه انا بقولها لك في بعض الناس بتلعب في ورقه المدرسه انا كان عندي واقع من حوالي 3 سنين لولدين بيتمرنوا عندي في الاكاديميه ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي انا كان عندي ولد كويس قوي بيجي مواليد 2005 وانا عندي سيف ابن الكبير 2005 فشايف الولد الله اكبر موهوب جدا فالموضوع وكان بيلعب في فرقه مش هقول اسم الفرقه ايه فجيت في سنه بطلب من الولد الصغير اخوه بقى الصغير بقول له انا عاوز يا بابا صور شهادتك عشان اوديه حته ربنا يكرم تمام لقيته بيتاخر فبقول له حبيبي انت هو انت ليه؟ قال لي ما هو انا لو هلعب ايه؟ هلعب مع سيف قلت له سيف مين؟ فسيف ابن قلت له سيف هو انت اذا مش قلت له سيف ليه يا حبيبي؟ ما هقول لك اسم الولد تاني طب هو اخوك احمد راح قايل لاخوه احمد 2003 فمتخيل احمد بيلعب باسم ولد تاني وده معمول بيه وموجود في بقى موجود مين بقى اللي عامل الموضوع ده؟ ولي الامر لانه موت الولد ال 2005 ولعب مكانه مين؟ 2003 اصبح 2005 8 على طول صح وكان في واقعه مشابهه في دوري البراعم من اربع سنين برضه في دوري انا شفتها كانت مفاجاه خلي بالك المدرب كابتن احمد عارف مين الولد المزور ومش مزور فروقات السرعه والقوه والحالات البدنيه في الملعب طبعا بتبان بس انت مدرب بس المدرب يا كابتن اكرامي عايز ايه؟ عايز اللاعب اللي يفيده عايز بطوله معلش ليه النادي بيدور على ايه؟ طب الكابتن سين مثلا ما خدش بطوله يا كابتن ده يبقى مشكله كبيره دوري البراعم يا جماعه عباره عن مهرجان ما فيهوش بطوله ما والمشكله كلها في دوري البراعم تنافسي طب استكمالا للنقطه دي يا كابتن احمد انا لما اكتشفت اللاعب اللي هو بتاع المحله انا كلمت الاداري، الاداري قال لي يا كابتن عادل طالما جايب لنا ورق سليم احنا مالناش علاقه المتضرر روح اسال انا ما سكتش انا رحت السجل المدني وجبت شهادتين ميلاد بسنه الحقيقي هو كان الحقيقي. هو كان كان عامل ان هو 98 وهو 96 بس في حاجه برضه والولد تاني الولد الثاني جاب ورق اخوه الاصغر منه ما احنا بنتكلم في النقطه انا جاب ورق اخوه الاصغر منه تمام انا وانا شباب المحله كان عندي نفس الوقعه دي كان عندي لعيب بيلعب معايا مواليد 99 فوجئت انا بعد فتره انه بيلعب في نادي كبير نادي سموحه بيلعب باسم اخوه الصغير مواليد 2001 تمام فالامور بقت شائكه انا عرفت طلبت الولد جالي تاني وقلت له يا ابني انت كده شغال غلط انت كده بتدمر نفسك قيس على كده بقى يا كابتن موضوع المدرب عايز اللعيب الجاهز عايز اللعيب الجاهز طيب ما بيطورش المدرب دلوقتي لو علم بسنه غير الحقيقي هيعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه بيكمل بيه يا كابتن لو مشاه وعمل طبعا زوبعه النتائج هتبقى سيئه على الفريق هو خايف في مكان على مكانه ده رقم واحد وثانيا جميع النتائج اللي شارك فيها هذا الولد هتتلغي طبعا بص يا كابتن اتفضل في حاجه عشان نتكلم صراحه في دوري البراعم احنا بنتلغي هو المشاكل كلها فين؟ اغلبيتها براعم اول سنه ناشئين البراعم مفيش اصلا في بعض القطاعات بتدي مكافئات للمدربين على تحقيق البنات اللي هم بياخدوهم يعني ده ايه مهرجان فوق دار على الولد الكبير وقطاعات معينه شغاله في الموضوع ده واقول لك في مدربين محترمين الصراحه في مدربين موجوده في الفرق لا كتير جدا شغالين كويس وعارف الولد ايه ما بيلعبش باسمه ودي ميزه بس احنا بقت المشكله ان المدرب ودي النقطه المهمه جدا اللي شغال في قطاع كويس ما بيشتغلش على نفسه يعني بيقول لك هناخد الولد الجاهز دوت خلاص انا عاوزه السنه دي يعمل اللي هو عاوزه معايا ما بيشتغلش للنادي هو لو خد الولد الموهوب واشتغل عليه سنه مظبوط هيبقى مستقبل للنادي في المراحل وبعد كده يدي الفرقه الكبيره دور حضرتك كده في كل الفرق الموجوده في الممتاز بيطلع كام لعيب للفرقه الدرجه الاولى ولا لعيب في السنه ولا اتنين ولا لعيب دي مشكله بتبدا منين من تحت انت من البراعم ما اسستش دوري البراعم يعني اقول لحضرتك حاجه اتفضل لما دوري البراعم ده تلاقي لعيب مثلا انت بتلعب مثلا يعني من 18 ل 18 وتلاقي ولد بيستلم الكوره من الجون يروح يجيب جون ايه ده 12 سنه طب مش موجود مع حد لا ده ايه ده الموضوع مش طبيعي مش موجود مع حد 14 طب ازاي الواقع اللي انا كنت بقول لك عليه من كام سنه والله اللي انا بحكي فيه ولد حارس مرمى لعب ايد ورجل الكره عدت الجون كان 18 عدت تتخيل تعقيبا ازاي تعقيبا على الكابتن رضا كابتن قبل ما نعقب على الكابتن رضا معانا الكابتن رمضان عمرو رمضان نجم غزل المحله طبعا والمدير الفني لنادي غزل المحله مواليد 99 اهلا وسهلا كابتن عمرو
حبيبي كابتن احمد، كل سنه طيب، ومساء الخير على ضيوفك المحترمين حبيبي كابتن عمرو. كابتن عمرو، احنا في مشكله ما طبعا التزوير والتسنين، واللي طبعا ظهر مؤخرا في قطاعات الناشئين والمنتخبات الوطنيه ايضا، ما رايك في هذه القضيه كابتن؟ وجهه نظر يعني، يمكن متابع نظر وجهه نظر المدربين اللي مع حضرتك المحترمين. تمام. بس انا وجهه نظر هي بيشارك في المشكله المدرب اللي موجود في النادي ولي الامر. تمام. النهارده كل اولياء الامور مستعجلين، عايزين ولادهم يلعبوا في انديه كبيره، فمستعجل النهارده ممكن يقعدوا سنتين ثلاثه ما يسجلوش، وبيجري على تزوير شهاده ميلاد، لان انا عايش الموضوع ده عندي كتير، لان انا يعني الحمد لله موجود في قطاع الناشئين بقالي فتره، وعندي اكاديميه بره، فبشوف الحاجات دي بعينيا، وبحس ان اولياء الامور مستعجلين قوي على اولادهم، ونفسهم ابنه يلعب اهلي وزمالك من بدري وفي انديه كبيره. صح. لا، كل واحد احنا طول عمرنا شايفين اللعيبه الكبيره كانت اجسام صغيره، النهارده انت بتشوف لعيب مواليد 2006 طولي. ما احنا لسه بنقول اهو، يعني الواد لسه ده طفوله. ده 2006 طفوله، بس الطفوله متاخره، لكن الواد يجي لي شاب يقول انا 2006 والبراءه مش موجوده فيه، فصعب. والنهارده كابتن في برضه بنلوم على بعض المدربين النهارده. ايوه. ما عادش عايز يشتغل. مدرب النهارده عايز اللعيب يجي له جاهز. هي دي يا كابتن، هي دي. لعيب معلش طول عرض يبقى موجود في الملعب بيشيله وخلاص، هو المدير الفني مش عايز يشتغل ولا يعلم. يقول لك النهارده، يقول لك انا عايز لعيب 99%، يعني كمان مش عايز تشتغل 1% ديت. طب انا لو جبت لك لعيب 99% مش هتعلم اللعيب ال 10% كمان اللي ناقصينه؟ لا، النهارده المدير الفني او المدرب عايز لعيب كامل. صح. تجيب له جاهز كده ويجي يلعب على الجاهز، مش ما عادش حد عايز يعلم ولا حد عايز يتعب ولا يشتغل. لا، النهارده احنا اللي طلعناه وتعلمناه في الكوره، جينا على مدربين كبار النهارده، وانت بتلعب دوري ممتاز وبتلعب منتخبات، تلاقي مدربين بتشتغل وبتعلم. النهارده مدرب شغال في قطاع ناشئين مش عايز يشتغل، خلاص ما يبقاش موجود، عايز لعيبه جاهزه فعلا، عايز نتائج طبعا، عايز سريعه. طبعا ده مشكله، ان انت بتحاسب المدرب النهارده على النتائج بس. ان شاء الله تتحل هذه المشكله كابتن عمرو باذن الله في القريب العاجل باذن الله. شكرا جزيلا كابتن عمرو رمضان، نجم غزل المحله السابق والمدير الفني لمواليد 99 بنادي غزل المحله. كابتن عادل، عايز اتكلم عن الحلول لوقف طبعا المهزله، لان مهزله بكل المقاييس طبعا. في حلول عندك؟ والله في الحلول، بالنسبه لو انا عايز اتاكد من اللاعب ده هو سليم مش سليم، الامور سهله جدا. ازاي؟ ان زي انا ما قلت، ان انا اروح اسال، انا اروح في السجل المدني اشوف السجل المدني هيطلع لك نفس شهاده الميلاد اللي جابها الولد، لا وطلع سليمه، لا لا بتاعه ابن عمه او بتاعه اخوه صغير، لا لا في اكمل يعني، معلش اتفضل كده. هو اللي انا عرفت وولي امر كمان كان قال لي الكلام ده، في بيروح بيتفق مع موظف من السجل المدني، بيحط البيانات اللي هو عايزها. بس صعبه هاتيها دي، ده حصل. انا قصدي ده موظف، يعني معلش انا بقول لك اكيد حساس. المعلومه بص يا كابتن، طبعا والله المعلومه دي اكيد، ولكن ممكن المعلومه كده. بيعمل ايه بقى؟ هو بيبقى مثلا بعد شغله، بعد اي وضع من الكلام ده، بحط المعلومات اللي هو عايزها. طب احنا عايزين حل الجديده على السيستم، وبعد ما يطبع يملك الشهاده يرجع. انا بقول حاجه، هو لا يمسح الكلام ده تاني، لا يملك كابتن عادل، لان طبعا السيستم ده اداره عامه يا كابتن، مش في ايدين موظف السجل. طب انا اقول حاجه يا كابتن، ما هو الراجل جاب لي شهاده نفس الطريقه. في حاجه في نفس الطريقه، في حاجه اتفضل. لو ما كانش الكابتن مؤمن سليمان مدير فني المنتخب مصر 2006 محترم جدا على اعلى مستوى، ما كانش كشف اللغز ده ولا الموضوع ده، كان الموضوع عدى ومشى وخلاص. ادي حاجه. نمره 2، في كابتن هاني مصطفى، لو نرجع بالذاكره ورا شويه، كابتن هاني مصطفى منتخب 96 او 94 حصل نفس الموضوع في بطوله امم، والمنتخب رجع دي مره، ومنتخب 98 مع محمد عمر، كابتن محمد عمر ده برضه رجع عليه مشكله، مش رجع ربيع ياسين، نص الفرقه رجعت طبعا. كابتن ربيع ياسين، الموضوع كله احنا بنقول كورونا، بس انا عندي بعض المعلومات ان الموضوع برضه في شبهه تزوير. بص يا كابتن احمد، اتفضل كابتن. حضرتك دلوقتي انت اكتشفت من كابتن مؤمن، اكتشفت العدد ده صح؟ تمام. طب هو المنتخب جمع كام لعيب من البدايه؟ فوق ال 150 لعيب من الانديه. طب يعني كده معنى لل 150 لعيب دول كان فيهم لعيبه ما اتكشفتش، ان ما حدش عرفها. اه طبعا. يعني الانديه مليانه. وممكن لعيبه حقيقيه سنها حقيقي، بس البراءه يعني. بص يا كابتن، جسم ضعيف. بص يا كابتن، انت اتكلمت في الحلول. الحلول يا كابتن عشان تبقى الحلول قويه جدا، لازم تبقى قويه على ولي الامر نمره 1. وده انا اعتقد اللي في منطقه القرار والاتحاد هيحصل فيه تعديل في الاستماره، لا هيحصل تعديل الفتره الجايه. طبعا تعديل، ان ولي الامر لو اتحط عليه اقرار بغرامه قويه جدا مع الحبس،
في وجود اللي يمضيل عليها الاداري ومش هو لوحده كابتن. ما هقول لك بس ثانيه واحده بس يا كابتن اكرم ثانيه. هي ايه؟ ان الاداري ذات نفسه في بعض الاداريين بسبب دخول بعض الانديه او بعض الاستثمار الاداري ذات نفسه بيبقى عنده 18 19 20 سنه هو مش ملم بالشؤون الاداريه مش ملم بالقيد ما بيمضيش ولي الامر بيمضي مكان ولي الامر عشان تبقى عارف ودي مزبوط. مشاكل كبيره جدا مزبوط. انا المفروض دلوقتي يبقى عندي حاجه ان ولي الامر ده يمضي على في الاستماره على اختار ان ابنه اذا طلع سنه مزور يدفع مثلا مبلغ 100,000 جنيه هيخاف هيقل خلي بالك هيحد من الموضوع او الحبس الشيخ القانوني لا ما هو لا ما اعتقدش ان الموضوع بص يا كابتن بص يا كابتن الشيء الثاني هو ايه يا كابتن احمد ان انت الاداري ذات نفسه لازم الاداري ده عشان يسجل عندي لازم يبقى معاه شهاده اللي هو اداري او واخد دورات اداريه صح عشان يلم بالكلام انا عايز اقول لك في حاجه اتفضل اتفضل حاجه هو مين المسؤول الاول والاخير على المنظومه دي كلها الاتحاد يبقى هو المنوط بكل ده حاجه ثانيه منتخب مصر او المدير الفني القائم على منتخب مصر بيبعت للانديه انا عايز سين من الناس عايز احسن عناصر في مواليد كذا ومواليد كذا ومواليد كذا طب المفروض المدير الفني بتاع منتخب مصر ده بدل ما يبعت للانديه انها تبعت له اللعيبه لا هو ينزل يشوف بعينيه تمام عشان طبعا لازم ينزل يشوف بعينيه هو انت في حاجه في حاجه خطيره جدا بتحصل بقى في ولاد لعيبه كويسه جدا 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 المفروض هم يروحوا المنتخب مصر انما للاسف برضو هرجع واقول تاني القائمين على النادي لمصالح شخصيه لا احنا عندنا اربع خمس لعيبه غير دول اتفضلوا روحوا هو ده اللي بيحصل حاليا دلوقتي على الساحه كابتن احمد في نقطه اخيره بس اقول لك عليها اتفضل عندي في جروب بتاع رابطه براعه وناشئين مصر رضا الحريف كنت نزلت صوره الولد بيلعب بطوله الجمهوريه الولد ده كان بشنب ودقن 2006 والدنيا اتقلبت عليه الولد ده اسماعيلي الله ينور عليك اسماعيلي اه بص مصر كلها عارفاه الولد ده فضل يلعب 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 ليه طيب انا حاجه كانت غريبه جدا بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله يبقى في حلول قادمه باذن الله الكابتن عادل حابب تشكر مين في ختام هذه الفقره شكر خاص في المجال في البدايه طبعا بشكر حضرتك حبيبي كابتن عادل للفرصه السعيده اللي تحتنا والقائمين على البرنامج الله يخليك بشكر زبائن المحترمين الكابتن اكرامي والكابتن رضا الله يخليك عايز بس معلش بعد اذنك اتفضل بعد اذن الزملاء هاخد من وقتكم دقيقه واحده ولا دقيقتين الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله فطبعا انا في ناس واقفين جنبي مني في الموضوع مشروع المواده بيساعدهم عندي طبعا المهندس احمد شحاته شلبي تمام ده صاحب ورئيس مؤسسه كبيره شركه كبيره شركه العاصمه الاداريه لا ما حضرتك استنى ما عشان فيها اسماء ثانيه عشان بس شركه العاصمه الاداريه خدت بالك ده شركه كبيره جدا لا اسمها عندي طبعا الحاج عبد الرحمن شلبي عنده حسام ابنه بقى بص ديفندر ديفندر ده بقى بمعنى الكلمه زي الكتاب ما بيقول فانا بشكر كل الناس يعني اللي هي بتساعدنا شكر خاص كابتن رضا بشكر حضرتك والكابتن عادل والكابتن كرامه موجود معاهم والاعداد الصراحه برنامج هايل جدا 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 رحم متابعيني وربنا يوفقكم دايما شكرا كابتن كرامه بشكر حضرتك طبعا بشكر الكابتن عادل بشكر زميلي وحبيبي الكابتن رضا وان شاء الله اكون في تقدم وازدهار دايما واحنا بنشكر والله يعني الناس الافاضل الناس طبعا الموضوع كده خلص لا في حلقات قادمه ان شاء الله طبعا ان شاء الله باذن الله طبعا في ختام هذه الفقره بشكر ضيوفي الكرام هنطلع لتقرير من اختبارات النادي الاهلي الضبع احد انديه القسم الرابع بمحافظه مطروح
الكابتن احمد فوازي، سعيدنا يكون معانا الكابتن شعبان جناوي رئيس جهاز الكوره بنادي اهل الضبع. اهلا بيك كابتن شعبان، وقصه اهلي الضبع مع حضرتك واختيار اللاعبين في الاختبارات اليوم، وبسم الله ما شاء الله الملعب مليان عن اكمله، ما قصه اهلي الضبع واختبارات اليوم وفرحتك اللي باينه على وشك النهارده؟ والله انا اولا بتشرف بوجودك النهارده كابتن اسلام حبيبنا وصديقنا العزيز، وطبعا اخويا كابتن احمد فواز بحب امس عليه. بالنسبه لاهل الضبعة، انا اولا بشكر، اولا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وبحاول اشكر الكابتن اسلام الاستاذ سالم والكابتن حسين ومجلس الاداره باكمله، لانهم من الناس اللي تعاملت معاهم ناس محترمه جدا، ناس بيعتمدوا بالكلمه، واحب اشكرهم تاني ان اتاحوا لي الفرصه ان انا اكون واجهه النادي السنه دي. كابتن اشرف المدير الفني للفريق الاول، اهلا وسهلا ستو كله، شرفتونا في مصر، واحنا بنحب اهل اسكندريه قوي، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله باذن الله. ايه راي حضرتك في اختبارات النهارده؟ الاختبارات النهارده الحمد لله هي برضو جايه ورا عيد، بس المجموعه اللي جايه كويسه بسم الله ما شاء الله، جت ناس من الاقاليم وجت ناس من القاهره وجت ناس من الجيزه، الحمد لله يعني بنقول البدايه كويسه. والله النادي اهل الضبع بيعمل حاجات مميزه، يعني اللي هو بيستنقى لعيبه، جايب مدربين على اعلى مستوى، يعني انا جاي مع الكابتن شعبان رغم ان انا يعني لاعب في نادي المصري البورسعيدي وماسك انديه فيرست، فانا جاي لان النادي ده اضافه لاي حد يكون موجود فيه. الاعلامي الكبير الكابتن احمد فواز، يسعدني طبعا التشريف بحضراتكم النهارده، طبعا نتكلم على الاختبارات وعن الكباتن المحترم اللي موجوده. بحب اشكر طبعا الكابتن شعبان على المجهود اللي عمله معانا السنه اللي فاتت، خدنا حاجه صغيره، السنه دي خدنا قطاع كامل، بحب اشكره على المجهود الكبير اللي عمله، جايب لنا مدربين من احسن مدربين في مصر، ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه السنه دي. الاختبارات زي ما حضرتك شايف ان شاء الله معانا لعيبه كويسه، وان شاء الله نازلين نعمل حاجه كويسه السنه دي. ولا اي حاجه، البر نشكر ربنا ثم الكابتن حسن علي والكابتن شعبان، يعني مش مقصرين في اي حاجه مع الاولاد. طيبين، عيد سعيد ان شاء الله على الناس كلها وعلى الكباتن وعلى الكابتن احمد فواز والكابتن شعبان، يعتبر هو كل طبعا اللي اتاح لنا ان احنا نقدر ناخد اهل الضبع، ونقدر ان شاء الله السنه اللي جايه باذن واحد احد هناخد نادي احسن من كده ان شاء الله ممتاز به، وربنا ان شاء الله يوفقنا باذن الله ويوفق الناس كلها ان شاء الله. الاولاد ياخدوا فرصه بعيد عن الزخم اللي في الانديه الكبيره. لا، اختبار طبعا كويسه، واحنا كل حاجه بنتمنى الكابتن شعبان وبيعملها هنا مع الكابتن محمد والكابتن محمود، وناس محترمين جدا. اول قبل ما ابدا اللي انا اشخصه، اللي انا اقول له مثلا هتلعب مركز كذا تلعب مركز كذا، لا ببدا اعمل معاه خطه اعداد بدني. الناشئين حاليا دلوقتي ما بنعتمدش قوي على الجهد البدني، احنا دلوقتي بنبدا نعمل حتى التسخين بتاعنا بقى حاجه اسمها العاب صغيره. العاب صغيره اللي هي بتاع زمان، اللي هي مثلا ممكن هي امسك المنديل واقول له ايه اجري هنا هات لي المنديل، ابدا مثلا اعمل له لعبه اسمها عكس الاشاره على حسب ما قدامي السن اللي قدامي. كلمه السيد مسؤول، هو بصراحه نادي جميل ويا ريت يكمله. مود ان شاء الله حاجه كويسه، وان شاء الله نقدم معهم حاجه كويسه ان شاء الله. 2004 جاي الاختبارات النهارده ليه؟ عشان نحقق الطموح، نادي كويس وان شاء الله نعمل حاجه السنه دي مع الكابتن محمد عوض الله والكابتن شعبان. انا حقق طموح. ايه رايك في النادي؟ نادي والله حلو، بيدرب حلو، المدربين فيهم حلوين. محمد صوفي، ايه رايك في الاختبارات النهارده؟ ان شاء الله الواحد جاي يحقق حلمه، والواحد يعمل حاجه تخدم بلده، والحمد لله يعني على كل حاجه بتحبها. مواليد كام يا عبد الرحمن؟ 2007. ايه رايك في النادي؟ حلو والله، عشان اطلع حاجه كبيره البلد. 2007. اسمك؟ احمد حسن محمد عمر. ايه رايك في الاختبارات النهارده؟ لو انا معاهم من السنه اللي فاتت الصراحه، وشكرا لكابتن محمد وكابتن شعبان وقفوا جنبه كابتن محمود، الصراحه انا مبسوط مع النادي. فعلا ميعاد التدريب او الاختبارات عشان نشوف فيها العناصر اللي هي المميزه اللي الكابتن شعبان بعتهم لنا، وفعلا احنا بنكتشف دلوقتي في عناصر مميزه، هم مش كتير بس في عناصر فعلا هي عليها العين، وفي ناس هتقدر تكمل معانا ان شاء الله. طبعا ده من خلال اللي احنا بنشوف اللعيب مره واثنين وثلاثه، من خلال اختبارات معينه بتحط في نشوف ذهن الولد ايه اللي التفكير الذهني بتاعه، بيفكر يستلم الكره ازاي وبيتحرك ازاي، فدي طبعا احنا بناخد الولد على هذا
ورجعنا لكم تاني. طبعا ننضم إليه في الفقرة الثانية الكابتن أشرف هاشم المشرف العام على قطاع البرامج للموسم الجديد. أهلا وسهلا كابتن أشرف. أهلا بك كابتن. الحمد لله. نورنا كابتن أشرف. الحمد لله. الله يخليك كابتن. ومعايا طبعا الكابتن السعيد عبد الله خضر طبعا مدرب حراس المرمى. أهلا وسهلا. أهلا بك. أبارك فيك. الحمد لله. نورنا كابتن سعيد. تسلم. ومعايا اللاعب الجميل اللاعب النجم الموهوب اللاعب البيلي قنديل من اللاعبين المميزين اللي نتنبأ لهم بالطيف في الكرة المصرية. أهلا وسهلا بك. أهلا كابتن. الحمد لله. الله كابتن. طبعا كابتن اشرف في البدايه كده عايز اتكلم عن قطاعات البراعم. كابتن اشرف هاشم طبعا من المدربين المحترمين جدا من اللعيبه الافراس اللاعبين جيدين. كابتن اشرف هاشم الله يديك الصحه. الحمد لله رب العالمين. السنه اللي العام اللي فات دون من طلع من عندي افضل لعيبه على مستوى القطاع عند حضرتك, وده حاجه انا بتشرف وبفتخر بيها. طلع من عندي افضل لاعب في البراعم مصطفى محمد مصطفى, وطلع احسن لاعب 2011 السيد متولي, وافضل لاعب هداف 2009 الولد. استعدادك بقى لهذا الموسم طبعا لان معانا انديه بسم الله ما شاء الله السنه دي احنا متاخرين ولكن المفاجاه كده منها ناديين بنشوف الافضليه للاعبين ان شاء الله اللي هم اللاعبين الخاصين بينا ان شاء الله بنشوف الافضليه لناديين ممتاز بين ان شاء الله, بس بنختار الافضل وهنعلن عنه ان شاء الله في بداية الأسبوع المقبل بإذن الله. ومعنا برضو نادي في قسم الثالث برضو منطقة القاهرة. طبعا معنا الفريق الأول والناشئين والبراعم بإذن الله اللي هيكون إن شاء الله موسم طيب علينا وعليكم بإذن الله. فكلمني الأول عن طبعا البداية كابتن أشرف واللاعبين المميزين اللي انت مخليهم في هذا النادي الجديد ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين احنا مش هنسيب الكرام, مش هنسيب الكابتن احمد فوزي, احنا معاه ان شاء الله قلب قناجن. اكاديميه فيفا سبورت الفرع الثاني فتحته في الدهليه الحمد لله من شهر رمضان. بنباركوا لك الاول. الله يبارك فيك يا كابتن احمد. عندنا طبعا لعيبه مميزين جدا من البرامج الصغيره اللي انا مجهزهم ان شاء الله, وهتبقى مفاجاه كبيره جدا. عندنا ولد مصطفى صبر 2008 وعلاء السيد, وعندنا سليمان علي واياد السيد وابراهيم نادر ومحمد عماد. في لعيبه كويسه دي براعم, دي لعيبه براعم مميزين جدا مميزين جدا تم انتقائهم للموسم الجديد ان شاء الله رب العالمين. عندنا برضو في ناشئين, في محمد مجدي حارس مرمى 2002 ممتاز جدا, زي ما انا جبت اللاعب بتاع تركيا قبل كده ان شاء الله. محمد مجدي ده برضو هيبقى ولد ممتاز جدا عنده الاسطوره. مواليد كام محمد مجدي؟ محمد مجدي 2002 كويس. برضو عندنا ولد اسلام نبيل ونبيل ابو العنين وزياد محمد السرنجاوي وعمر جلال. وعندنا برضو واد اسمه بدر محمود. عندنا في مجموعه حلوه ان شاء الله, مجموعه يعني جيده ان شاء الله. هتبقى مفاجاه. انا مستعد للدوري والقاهره السنه دي ان شاء الله بلعبه ممتازه. كابتن سعيد طبعا عايز اتكلم عن حراسه المرمى طبعا وحراس المرمى واستعداد حراس المرمى لهذا الموسم ان شاء الله اللي هنبداهم فعليا يوم الاحد القادم باذن الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. ما احنا عندنا في الاكاديميه زي ما قلنا تمام, في مجموعه حراس كلنا بنجهزها, في ناس هتخش السنه دي في دول هيخشوا السنه دي ان شاء الله وفي ناس ثانيه زي محمد عبد العظيم وفي احمد هاني تمام, دول اللي بنجهزهم, وفي سليمان دول اللي بنجهزهم للسنه الجايه ان شاء الله. لكن اللي موجودين معانا دلوقتي في محمد مجدي وفي يوسف خضر وفي يوسف خضر كان الموسم اللي فات كان احسن حارس مرمى, واخد احسن حارس السنه اللي فاتت برضو. ما احنا بنأهله في الفتره دي, بنأهله في الفتره دي ان شاء الله عشان يبقى معانا السنه الجايه باذن الله تعالى مع حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله. بيلي يكلمني كده عن قصه كفاح طبعا, وطبعا تقدير شهاده التقدير موجوده معانا اهيت, كرموك على الهوا كده ان انت احسن لاعب في القطاع, عامل شغل كويس جدا بالرغم ان انت السجن بتاعك جت بعجوبه. طبعا كلمني كده عن تطلعاتك في الفتره القادمه ان شاء الله, وحابب اول خطوه ان شاء الله تخطوها فيه. والله كابتن احمد اول حاجه الحمد لله ان انا ان شاء الله نفسي اللي هو ايه العب في اسكندريه اللي هو الاتحاد او سموحه, لان كابتن القاره يعتبر زحمه شويه او معنى صح على ضغط قوي ضغط تمام. بس الدوري بتاعها قوي طبعا. طبعا دوري القاهره اهلي والزمالك وبيراميدز والكلام ده, بس يعني طموحك يعني انت عايز فريق اول الاتحاد. طبعا يا كابتن, لان كابتن الحاجات ديت حلوه, وكمان في نفس الوقت كابتن يعتبر بيطلعوا منها اكتر وعلاقه قابليه اكتر اللي هي ايه على يعني الضغط قليل. يعني ان شاء الله كابتن بفكر يعني فيها والله. يعني انت حاطط برضه طموح اللي انت مثلا درجه اولى باذن الله. لا ان شاء الله كابتن درجه اولى بقى ممتاز ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك. يعني ان شاء الله كابتن احمد ممتاز, وانت عارف ان اسكندريه بلدك حلوه حبيبي, فالشغل فيها كويس يا كابتن, اللعب فيها كويس. ربنا يوفقك يا بيلي. كابتن اشرف عايز اتكلم برضه عن اللاعبين الموهوبين اللي طبعا اللي احنا حاطين عيوننا عليهم, بحيث اللي احنا ان شاء الله باذن الله يبقى لنا قوام فرق محترم طبعا نجاري الفرق, وفي نفس الوقت اللاعبين الموهوبين دوت ان شاء الله باذن الله من خلال انضمامهم معانا كلهم شان اخر باذن الله.
ان شاء الله رب العالمين في مجموعه كويسه. احنا بادئين بالبراعم، البراعم احنا عاملين تخطيط كويس بفضل الله، علشان اما نيجي نشوف مستوى اللعيبه ونشوف الانديه اللي هتلعب معانا هنبتدي نحط اللاعب في كل مستوى بدون اي مجامله لاي لاعب، لان حضرتك يا كابتن مش هقدر اجامل حد على حساب نفسي. انا ممكن كنت احط ابني من افضل اللاعبين السنه دي، مع ان ابنك كويس وابني عشر. كويس والله. ومع ذلك لما جيت احط 2008 وال2009 شريف ابني انا ما حطيتوش، كان عندنا في محمد وفي شريف، في محمد وشريف كان عندنا ثلاث لعيبه كويسين جدا، الولد زياد وربعه، زياد علي، والواد اللهم صل على محمد عبد النصر، لا عبد النصر ده الدفاع ده بال2008 في 2009 معاذ معاذ وزياد وربع. انا كنت محتار ان انا اختار منهم افضل لاعب، لدرجه ان احنا انا وكابتن طارق ومحمود كمال 2010 فاحنا بنبقى محتارين يا كابتن. بس السنه دي وعندك صلاح عبد الله، صلاح عبد الله ده الحارس، فاحنا عند ومهند 2008 حارس ممتاز كويس جدا. فالسنه دي احنا عملنا مصطفى التوأم، احنا حطينا دلوقتي مصطفى ويوسف لعيبه كويسه، الله ينور عليك، حطينا القوام الاساسي بالنسبه لنا، وهنعتمد بقى هندعم الفرقه كابتن، هنشوف المركز الضعيف بالنسبه لي وهبتدي ادعم الفرقه من خلال الاختبارات اللي هعملها ومن خلال الاكاديميات اللي حواليا ان شاء الله. تمام كابتن اشرف. معنا طبعا مداخله هاتفيه للكابتن اسلام محمد مراسلنا من النادي الاهلي. اهلا وسهلا كابتن اسلام. حبيبي يا كابتن احمد، تحياتي لحضرتك، تحياتي لقناه الصحه وجمال كلها، القناه جميله بجد اللي انا بعتز بيها على المستوى الشخصي. تحياتي للكابتن اشرف طبعا حبيبي واخويا وصديقي العزيز، تحياتي لكل النجوم اللي مع حضرتك طبعا. تحياتنا ليك كابتن اسلام. كابتن اسلام قول لي كده اخر الاخبار واخر الكواليس طبعا في سفريه النادي الاهلي ان شاء الله، استعدادا لمباراه السبت القادم باذن الله مع نادي صن داونز الجنوب افريقي. طبعا خلينا بس قبل اي حاجه كابتن احمد، نتمنى طبعا سواء بقى اهلاويه او زملكاويه طبعا نتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي ان شاء الله والصعود. كلنا بنتمنى له من قلوبنا كابتن اسلام، بقولك على هوا حبيبي انا زملكاوي، اقول لك ان الاهلي بره ربنا يستر. لا طبعا، وبعدين يا كابتن احمد بصراحه انت دايما بتكون فير بصراحه، حتى لما بتكون على الهوا او في اي مكان بصراحه بتكون فير، وبتتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا في الوقت اللي احنا فيه ده بيمثل مصر، بيمثل مصر طبعا في دوري ابطال افريقيا، فبيمثل مصر ما بيمثلش برضو ايه النادي الاهلي لوحده. فاحنا طبعا من خلال حضرتك نتمنى طبعا لكل البعثه ان شاء الله الرجوع من جنوب. بس والله زملكاويه قاعدين يا كابتن اسلام، كابتن اسلام اتفضل يا كابتن. والله زملكاويه عايزينه يحصل الزمالك. ما اظنش يا كابتن. لا بس يعني ان شاء الله الاهلي قادر باذن الله، بس بقول لك يعني اللي في قلوب الزملكاويه. انا عايز اقول لحضرتك قبل ما ادخل معاك هوا، منذ قليل يعني كان في حد متواصل معايا من احد نجوم الزملكاويه الكبار جدا. تمام. وتمنى الفوز للنادي الاهلي بكل صراحه وكل امانه وكلام على مسؤوليتي، اتمنى الفوز للنادي الاهلي، وقال لي الاهلي بيمثل مصر، فما فيش حته الاهلي والزمالك دي بالذات لما الاهلي بيطلع بره او الزمالك بيطلع بره، مش عايزين نخلق موضوع التعصب، احنا بنحاول ان احنا نقول اهلي وزمالك بيمثلوا مصر بره، وهنا بقى يعني نبقى مع بعضنا كده اهلي وزمالك. تمام كابتن اسلام. كابتن اسلام في اخبار او في اي حاجه تخص البعثه؟ طبعا انا عايز اقول لحضرتك فضل. الاهلي النهارده سافر طبعا بالامس. الاهلي وصل جنوب افريقيا بسلامه الحمد لله. الاهلي اتمرن النهارده تمرينه كانت تمرينه جيده جدا، وعايز اقول لحضرتك السفير المصري النهارده كان متواجد في طول المران مع الكابتن طبعا محمود الخطيب اللي مترأس البعثه. كابتن محمود الخطيب يا استاذ احمد عايز اقول لحضرتك بيظهر في الوقت اللي الاهلي بيكون محتاج منه هو يظهر. صح. كابتن محمود الخطيب عايز اقول لحضرتك لو رجعنا للسفريات اللي فاتت هتلاقي ان كابتن محمود الخطيب بيظهر في الاوقات الحرجه. يا استاذ احمد ليه بيظهر في الاوقات الحرجه كابتن محمود الخطيب؟ لان الاهلي يعني انا مش عايز اقول لحضرتك بمن حضر الاهلي حتى في عز ازماته في عز ما كان الفريق بيعاني من غيابات الاهلي ما كانش بيقف يا كابتن اسلام. اخيرا كابتن اسلام توقعك لمباراه الغد لمباراه السبت ان شاء الله. مباراه يوم السبت ان شاء الله، المباراه بالمناسبه هتكون الساعه 3، وعايز اقول لحضرتك الاجواء في جنوب افريقيا مش حر زي ما الناس متوقعه، الاجواء كرويه جدا. عايز اقول لحضرتك درجه الحراره يبقى ان شاء الله نتوقع بقى فوز الاهلي ان شاء الله. فاحنا نتوقع باذن الله ان احنا نشوف مباراه جيده باذن الله. وانا اتوقع يا كابتن احمد ان الاهلي باذن الله هيرجع من جنوب افريقيا، مش هيرجع خسران. الاهلي لو ما كسبش الاهلي هيرجع ان شاء الله باذن الله. كده الاهلي يتخطى عقبه باذن الله نادي صن داونز. شكرا جزيلا كابتن اسلام محمد مراسلنا من نادي الاهلي. كابتن اشرف يعني في الختام كده حابب تشكر مين في هذا المجال؟
انا بشكر كل شكر خاص. بشكر ربنا سبحانه وتعالى في الاول لله. وبشكر اولياء الامور على الثقه الغاليه اللي هم وثقوا فيها الموسم اللي فات الحمد لله بدون هزيمه. تمام الحمد لله. وبشكر كل من سام وساعدني انه يساعدني ويثق فيا. دي طبعا حاجه كبيره ان انا جبت لعبتي من شمال سيناء وهدني بهم في القاهره بفضل الله. ان شاء الله وربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدم موسم جديد ان شاء الله. كابتن سعيد حابب تشكر مين بقى في بشكر ربنا سبحانه وتعالى. بشكر حضرتك انك استضفتنا هنا. الله يخليك. وبشكر كل واحد يقف جنب اي حد يستحق انه يقف ويوصل لمكان كويس. بيلي شكر اخير كده. والحمد لله كابتن اول حاجه والكابتن احمد فواز لان الكابتن احمد حبيبي يعني مش مقصر معاه في حاجه. وانا عشان كلمتين حلوين دول بديك الشارع الاول. شكرا جزيلا. طبعا في ختام هذه الفقره الجميله الشيقه بشكر الضيوف الكرام. هنطلع لتقرير من اكاديميه نابولي بمدينه حلوان بالقاهره ونستقبل ضيوفنا الكرام في فقره مواهب على الطريق. كابتن احمد فواز يسعدنا من داخل اكاديميه نابولي بالقاهره يكون معنا الكابتن والمدير الفني الكابتن محمود خميس مدير فني الاكاديميه. اهلا بك كابتن. اهلا وسهلا يا فندم. منورنا ومقطرنا ومنورين حلوان وشرفتونا النهارده في اكاديميه نابولي. طبعا احنا عاوزينك بقى تكلمنا على الاكاديميه وبقى لها قد ايه الاكاديميه النهارده. هي كده الاكاديميه بقى لها 3 سنين الحمد لله ابتدينا وقفنا فترة زي كل الناس بسبب كورونا والحمد لله برضو مكملين وماشيين على أهدافنا ونوصلها بإذن الله إن شاء الله. أهداف الأكاديمية إن شاء الله إن إحنا بنحاول نطلع جيل واعي جيل فاهم جيل بيحب الكورة. بنحاول نرجع تاني مدينة حلوان تبقى موجودة في كل أندية مصر. مبدئيا هو أي ولي أمر هنا بيجيب ابنه من أي سن احنا شغالين فيه، طبعا بينزل الملعب قبل ما بيستلم اليونيفورم بيستلم أي حاجة، بنشوف إذا كان موهوب بيكمل معانا، مش موهوب خلاص احنا بنعتزله وبنقول له لا شكرا مش هينفع إن احنا نكمل معاه، لأنه كده كده الولد احنا مش هنستفاد وولي الأمر مش هيستفاد، النهاردة ولي الأمر بيجي يحاسبني بعد 3-4 شهور ابنه وصل لحد فين. فانا طبعا لا انا مش هشتغل طبعا يا غير مع ولد يكون موهوب اكيد طبعا. معلش في اكاديميات كتير والدنيا كلها شغاله، اللي شغال 2003 و2001 و2000 طب ده انت هتوديه فين؟ ورجعنا لكم تاني في فقره مواهب على الطريق. انضم الي اللاعب عمر السعيد. اهلا وسهلا عمر. أهلا بك كابتن. أخبارك يا عمر؟ الحمد لله. ومعايا اللاعب الجميل حارس المرمى المتألق يوسف خضر مواليد 2008. أخبارك يا يوسف؟ الحمد لله كابتن. الحمد لله حبيبي. ومعايا طبعا النجم أحمد محمد السعيد مواليد 2003. أهلا وسهلا يا أبو حميد. أهلا وسهلا. أخبارك يا الحمد لله. قول لي كده يا أحمد أنت منين بقى؟ من الزاوية الحمراء. من الزاوية الحمراء القاهرة. آخر نادي لعبت فيه فين؟ في الساحل. نادي الساحل. تبع كابتن محمد عبد الغني. تمام. مركزك ايه بقى؟ راس حربة. راس حربة مهاجم قوي يعني. احرزت كم هدف بقى مع كابتن محمد؟ بتاع 7. 7 كويسين رضا. عايزين السنة ان شاء الله معانا باذن الله اهداف بقى كتيره باذن الله لان بيقولوا عليكم يعني مهاجم كويس. عمر كلمني كده عن استعدادك للموسم الجديد. طبعا انت مواليد 2006 كنت موجود معانا الموسم المنقضي ومن اللاعبين المميزين جدا. انت استعدادك ايه للموسم الجديد؟ جاهز ان شاء الله؟ في جاهزيه؟ ايوه كابتن يعني الحمد لله دلوقتي
دلوقتي بقى مركزك ايه بقى برضه عشان المشاهدين؟ بلعب هاف. بلعب هاف. هاف هاف رايت؟ الاثنين. ليفت وليفت ورايت. تمام. اتفضل. يعني دلوقتي يعني بقدم بحاول اقدم كل اللي عندي يعني الحمد لله. وبتمرن على نفسي عندنا في البلد برضك. وان شاء الله مع الكابتن اشرف في القاهره. ان شاء الله. قول لي كده يوسف، حراسه المرمى انت بتتمرن وشغال؟ يعني جاهز؟ انت احسن حارس مرمى في فرقه 2008 الموسم اللي فات. عزيز السنه دي بقى لك شكل تاني ان شاء الله. ان شاء الله. مش انت حارس مرمى؟ حارس مرمى كويس ولا ايه؟ ان شاء الله. اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اهلاوي. اهلاوي. وانت عم؟ اهلاوي. برضه؟ والاهلي هيكسب كام بقى؟ خمسه بقى. يكسب خمسه؟ يرجع الخمسه يعني؟ يكسب خمسه احنا حتى يكسب واحد؟ لا ان شاء الله خمسه. خمسه برضه؟ خمسه. اهم حاجه لو يصعد بس. ماشي. قول لي كده احمد، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي؟ عايزين الاهلي يكسب كام بقى؟ 1-0. يعني مش خمسه؟ طيب ماشي. طبعا مين اللي مرنك الموسم اللي فات يا عمر؟ يعني كان الحمد لله كان كابتن طبعا كابتن اشرف هاشم. كان مدير فني 2006 وانا برده كنت متصعد 2005 مع يعني كابتن محمد بيبو. انت صعدت الموسم اللي فات في المباريات. تمام. مع كابتن محمد بيبو. هو بيشكر فيك من اللعيب المميز بتاعه مصعد. تمام. اقول لي كده يوسف، انت صعدت ل 2007 ولا كنت بتلعب في 2008؟ لا كنت بلعب 2008 2009. تمام. بس انت 2008 ما ينفعش تلعب مع 2009؟ لا انا كنت بلعب مع 2008. 2008. تمام. انت 2008. تمام. وانت يا احمد 2003. طب تطلعاتك في الفتره القادمه بقى ايه ان شاء الله؟ عايز تحب توصل فين بقى؟ يعني ربنا يجيب نادي دوري ممتاز كده حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. عندك انت طموح يعني؟ باذن الله. ماشي ولا رجلت الزاويه عن رجاله يعني؟ عايزين يحطوا حاجه في دماغهم لازم يمشوه. قول لي كده يوسف، بالنسبه لمدربك بقى اسمه ايه اللي كان بيمرنك؟ كان بيمرنا فين؟ مدرب حراس المرمى. فين؟ السنه اللي فاتت. كان كابتن حسام ولا كابتن هشام؟ لا كابتن حسام. كابتن حسام اللي كان بيمرنك؟ تمام. وانت كابتن محمد بيبو؟ كابتن محمد. استفدت يا عمر؟ السنه دي السنه اللي فاتت يعني الحمد لله استفدت بطريقه كبيره. تمام. عن كل السنوات اللي فاتت. استفدت انا يعني نفسي كتير. تمام. ماشي. طب قول لي كده يا احمد بقى، حابب تشكر مين بقى اللي وقف جنبك وسندك في الرياضه او في كره القدم؟ وكابتن جمال حمدان. تمام. بشكره جدا، هو اللي وقف معايا الفتره اللي فاتت. تمام. تحت بردك الشاف كابتن محمد عبغاني. تمام. يعني هما الاثنين اكتر اثنين كانوا واقفين جنبي وكده. هما دول اللي واقفوا جنبك ويخلوك على الطريق. واحنا برضو بنشكرك برضه. حابب تشكر مين بقى يا يوسف؟ طبعا يعني عمر. اهلي طبعا مساندني واقفين ورايا خطوه بخطوه. وبشكرك طبعا يا كابتن. بشكر الكابتن اشرف هاشم طبعا، هو يعني هو اللي بيساواني وكده. تمام. والكابتن محمد بيبو. والكابتن حلمي دوت اول واحد اتمرنت عنده. تمام. وانت يوسف بقى حابب تشكر مين؟ بشكر والدي ووالدتي، وحابب اشكر طبعا الكابتن اشرف، هو اللي سندني برضك وهو اللي سندني. تشكر حد ثاني؟ لا بس كده؟ ماشي. واحنا بنشكرك يا يوسف وبنشكرك يا عمر. طبعا ما زلنا في فقره مواهب على الطريق، هنطلع لفاصل وطبعا نستقبل طبعا اللاعبين المميزين، اللاعب امير صبري واللاعب محمد ابو زيد. طبعا اللي اتاح لنا ان احنا نقدر ناخد اهل الضبع، ونقدر ان شاء الله السنه اللي جايه باذن واحد احد هناخد نادي احسن من كده ان شاء الله ممتاز به. بيشوف ابنهم شغال ازاي، ابنهم بيستفاد ولا ما بيستفادش؟ طبعا بتشكر انك موجود معانا النهارده، يعني شرف لينا طبعا. والحمد لله مدير الاكاديميه بيحط برنامج وبنشتغل عليه بشكل كويس. ميزتنا ان احنا نطلع لعيب كويس، خامه كويسه الحمد لله، يعني طلعنا كذا لعيب وفي انديه كبيره، فالمدربين كلها بتدي اخلاص هنا الحمد لله. طبعا كلنا بنشتغل بنتعب عشان نطلع خامه كويسه، والحمد لله يعني الحمد لله على كل حال. يعني كابتن ايمن محمد. كابتن ايمن بسم الله ما شاء الله، انا شايف شغل الاكاديميه حاجه حلوه وحاجه جميله هنا. تحب تقول ايه عن الاكاديميه اللي بتشوفيها كل يوم عندك كمسؤول الملعب؟ يعني بما اني الاداريه او مديره الملعب هنا، الاكاديميه ناس ما شاء الله نشيطه جدا، محترفين، اسلوبهم في التمرين قوي، بيعرفوا يتعاملوا مع الاطفال باسلوب يعني تربوي وتعليمي في نفس الوقت. بلال محمد سيد بخيت. مواليد كام يا بلال؟ 2006.
انت رحت طلعت من الاكاديميه رحت نادي الجونه، ايه الفتره اللي قضيتها في نادي الجونه؟ انت لسه مستمر في نادي الجونه ولا لسه لغايه دلوقتي؟ لا انا رحت اتقبلت وبعد كده النادي اتلغى فما حصلش نصيب يعني. طب انت اتعلمت ايه من الاكاديميه؟ مهارات وحاجات كتير يعني، احنا بنحضر كتير من تحت، تمرينات بدني قويه بتعلمنا كل حاجه يعني. ورجعنا لكم تاني في ختام هذه الحلقة، طبعا معي لاعبين جيدين في فقرة مواهب على الطريق، اللاعب أمير صبري. أهلا وسهلا أمير، أخبارك حبيبي؟ حبيبي نورنا أمير. الله يبارك لك. ومعي اللاعب الموهوب طبعا اللاعب محمد أبو زيد مواليد 99. أهلا وسهلا حبيبي يا كابتن. أخبارك يا محمد؟ الحمد لله والله كابتن. طيب. وأنت بس السلام. قول لي أمير كده يعني بدايتك كانت فين كده، كلمنا عن حياتك كده سريعا. بدايتي كانت في أكاديمية في مغاغة. انت اصلا من المنيا؟ اه من المنيا بس مقيم في القاهره. اه مقيم في القاهره. تمام. لعبت في اكاديميه في مغاغه وبعد الاكاديميه ربنا وفقني واتنقلت لنادي الطفيح، ومن نادي الطفيح اتنقلت للنسر الرياضي. تمام تمام. ديت مشوارك في مجال كره القدم. مجال كره القدم. تمام تمام. وانت محمد بقى قول لي كده، انت ده انت 5 سنين معايا يعني انت ما تهدش. بس طبعا استفدت محمد طبعا الرياضه طبعا اكيد، وزاد برضه مستواك التعليمي برضه، انت في معهد اعلام، دي حاجه برضه كويسه الحمد لله يعني تليق بيك، وفي نفس الوقت عايزين بقى حاجه كويسه بقى ان شاء الله باذن الله. باذن الله كتب. انت السنه دي فريق اول انت ولا ايه؟ طب ما انساش طبعا كريم النادي من اللعيبه المميزين برضه 2002، من اللاعبين الجيدين لاعب كريم النادي. طبعا ما ننساش ايضا بدايه ان شاء الله دوري او بدايه تدريبات نادي ابو قير الرياضي بمدينه الاسكندريه، احد انديه القسم الرابع بمدينه الاسكندريه ان شاء الله، بدايه التدريبات يوم السبت القادم على ملاعب الجيش بمدينه الاسكندريه ان شاء الله باذن الله. كان في اجتماع مصغر لبحث بدء التدريبات وطبعا الوقوف على مستوى اللاعبين الجدد وكذلك اللاعبين القدامى ان شاء الله. البدايه يوم السبت القادم في تمام الساعه 11 صباحا على ملاعب الجيش بمدينه الاسكندريه. وطبعا المدربين الكابتن الكبير الكابتن محمد كمال مدير او رئيس قطاع الناشئين بنادي ابو قير الرياضي طبعا كان مترأس هذا الاجتماع، اللي طبعا كلم المدربين يعني الاستعداد الجيد لانتقاء الجيد بالنسبه للاعبين الجدد، الاختبارات على مستوى محافظه وجه بحري. طبعا في مردود جيد، النادي ابو قير الرياضي طبعا تاسس عام 1953 وطبعا له طبعا باع طويل في الرياضه المصريه وبالاخص بمنطقه الاسكندريه لكره القدم. امير كلمني كده تطلعاتك الفتره القادمه، هل انت مثلا عايز نادي ممتاز الف ولا سفر بره ولا الوضع ايه؟ ربنا يوفق بس كده، الواحد يتعب ويجتهد ان شاء الله تبدا سنه سنه ان شاء الله. اكيد طبعا حلم مرتفع مش هحط ربنا يوفقك، احنا عايزين تبقى حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. بس عايزين بقى ايه مجهودك ومستواك هو اللي يوصل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله مجهود. يا ريت تحضر لنا صور سريعا كده. محمد ابو زيد برضه تطلعاتك في الفتره القادمه ان شاء الله، لان انتوا كده ده فريق اول باذن الله كابتن. يعني انا هاخدها تدريجيا وابدا اشتغل على نفسي، لازم انا اتعب الفتره الجايه ديت باذن الله، لان انا حلمي ان انا يعني مش جوه مصر بس، يعني باذن الله ممكن اوصل الاهلي باذن الله، بعد كده احتراف منتخب مصر اول حاجه. فباذن الله يعني يا رب كيكرم. هدف انت حاطه عايز توصله؟ هدف انا حاطه عايز اوصله، لان طموحاتي كتير قوي يا كابتن. منتخب مصر ولا منتخب مصر ولا اول حاجه؟ يا ريت نعرض الصور كده سريعا. طبعا ده اللاعب الجديد المنضم لنادي ابو قير الرياضي، مع الكابتن صلاح عاطف من المدربين الجيدين طبعا، مدير قطاع البراعم بنادي ابو قير الرياضي الكابتن صلاح عاطف، عامل شغل كويس، عامل اختبارات على مستوى المحافظات المختلفه، وتم انتقاء اكثر من برعم جيد للانضمام لنادي ابو قير الرياضي. اللاعب الجميل اللاعب عمر صبري، لاعب مميز جدا مواليد 2007، من اللاعبين اللي نتنبأ لهم بمستقبل طيب باذن الله، ولاعب موهوب ونتمنى له طبعا موسم جديد مع نادي ابو قير الرياضي ان شاء الله. طبعا اللاعب محمد سلامه واللاعب عمر صبري برضه من اللاعبين المميزين داخل قطاع ابو قير الرياضي.
كذلك برضو الكابتن عمر. ايه كل صور عمر صبري؟ ماشي يا عمر. كابتن صلاح طبعا من الناس المحترمه وعامل شغل كويس بقطاع البراعم هذا الموسم ان شاء الله باذن الله. اللاعب طبعا محمد سلامه لعيب جيد مواليد 2008 يمتاز بالطول وبيلعب مساك من اللعيبه المميزين المنضمين حديثا لنادي ابو قير الرياضي. طبعا ان شاء الله باذن الله الاختبارات هتبدا الاسبوع القادم بالنسبه للنادي ابو قير الرياضي. البدايه ان شاء الله باذن الله لقطاع القاهره باذن الله. طبعا في مفاجاتين باذن الله سنعلن عنهم الاسبوع القادم باذن الله، نادي قسم ثالث ونادي ممتاز به ان شاء الله هنعلن عنه في الايام القريبه باذن الله. ناديين ممتاز به ان شاء الله باذن الله. بدايه التجمع ان شاء الله لقطاع القاهره بدايه من يوم الاحد القادم باذن الله ان شاء الله، بدايه تدريبات قطاعات الناشئين والبراعم باذن الله. كريم امير كلمني كده عن يعني اللي انت عايزه، الهدف وعايز توصله وانت طموح وعايز توصله باي شكل من الاشكال. ان شاء الله ربنا يوفقني واوصل لحلمي علشان اقدر اساعد والدي ووالدتي. تمام. واساعد اخويا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بس انت بتلعب بقى وبتلعب جيم بقى اصلا؟ كنت بلعب كمال اجسام. انت قلت لي بقى مركزك ايه؟ مركز السيرد باك وديفندر. ديفندر اسمك بسم الله ما شاء الله يعني مساك كويس ان شاء الله. فحولت هدفي من كمال اجسام لكره القدم. تمام. يعني انت كنت فعلا كنت كمال اجسام دلوقتي واخدت مركز ثاني على محافظه المنيا. بس انت يعني جسمك النمط عضلي دي حاجه كويسه برضه. الحمد لله بتدرب كويس دلوقتي وحاولت ان اخسس كتير. عايز رشاقه بقى وعايز شغل. الحمد لله وكل لسه في شغل ثاني اعمله ان شاء الله وربنا يكرمنا ان شاء الله في الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. محمد ابو زيد برضه كلمني ان شاء الله. يعني محمد ابو زيد لاعب قديم، لاعب كويس جدا، لاعب محوري، لاعب طبعا له بصمات في مختلف الانديه اللي لعب فيها. يعني انت جاهز ان شاء الله الموسم الجديد للفريق الاول؟ لان 99 زي ما انت عارف انها ايه اتلغت. ده اكيد لازم انا اكون جاهز يا كابتن ان شاء الله باذن الله. يعني باذن الله لازم انا اكون جاهز لان دي ان شاء الله لازم انا ادي وان شاء الله بكل مجهودي ادي الفريق اللي انا هلعب معاه واكون في وسط زمايلي باذن الله ثابت وجودي واوصل اللي انا عايزه. عايز اريح والدي ووالدتي طبعا، بقدم لهم الشكر، تابعوا معايا كتير. ان شاء الله اريحهم واوصل للحلم اللي انا عايزه. ربنا يوفقك كده ونلاقوا حاجه كويسه كده محمد باذن الله ان شاء الله. انت من اللعيبه المحترمه واللعيبه الخلوقه بجد، ربنا يخليك. كلمنا امير كده، عايز يعني توجه شكر خاص لمدرب او لحد معين في المجال. اول حاجه اشكر ربنا انه ونعم بالله اداني كل حاجه بالحمد لله. اشكر والدي ووالدتي. بعد كده اشكر كل الكباتن، كابتن محمد الصقر، كابتن مهند، اشكر كل الكباتن اللي هم تعبوا معايا بجد ووصلوني للحلم اللي انا عايزه. تمام. ان شاء الله كل خير. واحنا بنشكرك يا امير وربنا يوفقك كده وتكون اضافه جيده باذن الله ان شاء الله لهذا الموسم باذن الله. ان شاء الله كابتن محمد. حابب تشكر مين بقى كابتن محمد؟ انا اول حاجه بقدم الشكر لربنا طبعا. ونعم بالله. على فضله عليا وبشكر والدي ووالدتي. وبشكر الكابتن محمد افغاني لانه واقف جنبي ومساندني كتير. كابتن محمد افغاني والله يعني راجل محترم محترم وكابتن محترم جدا وانا بحبه وبعزه، واقف معايا وساندني. وبحب اشكر الكابتن احمد فواز. احسن من كابتن حبيبي. وانا بشكرك يا حماد حبيبي يا كابتن. طبعا في ختام هذه الحلقه بشكر ضيوفي الكرام، لاعبين من اللاعبين المميزين والمتميزين، اللاعب امير صبري مواليد 2000 واللاعب محمد ابو زيد مواليد 99. شكرا امير. شكرا محمد. ان شاء الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم باذن الله في تمام الساعه 12 بمنتصف القاهره ان شاء الله، منتصف توقيت القاهره باذن الله. البرنامج بقى الساعه 12 مساء كل يوم ثلاثاء باذن الله، لطبعا بدايه موسم جديد ان شاء الله، وان شاء الله تقارير جيده من مختلف المحافظات اذا كان قسم ثالث او قسم رابع او قسم ثاني او اكاديميات، وان شاء الله باذن الله يكون في اضافه قويه في هذا الموسم الرياضي الشيق باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.